القوي بيوقع أضعف حدا بيأذي حضن الوفى بيوسع لو مي غيرك فيه وقت القوي بيوقع أضعف حدا بيأذي حضن الوفى بيوسع لو مي غيرك فيه تعطي الكريم بتملكه ضهرك كأنه سيف الرجال ما بعمرن بكو تبكيك مرا يا حي يلي نصيب مقلب دمعه صعب يشفي الله لغيرك قاسم لا تخلي عينك فيه في ناس بيعرفوا الله وناس بالأسف بتتسلى بتحس قلبهم مات اخوات الموت يفرقهم اضراب الحب يجمعهم هاي هي الحياة كسر الظهر والقلب حساب مع الايام عهد الاخوه صعب ينسوا اهل الشام ويا شام شوفي قصص ما بينشبع منا مهرك طوال وما خلص بعد الحكي عنا عن عطف أهلك عالفقير للجوع ما يخلوه عن ضيف كل منهم بصير بحالهم يساووا في ناس بيعرفوا الله وناس بالأسف تتسلى بتحس قلبهم مات إخوات الموت يفرقهم أغراب الحب يجمعهم هيدي هي الحياة وقت القوي بيوقع أضعف حدا بيأذي حضن الوفى بيوسع لو مي غيرك فيه منه يا ابو ضاي لك صرت 100 مرة قايل لك لا تقول لي ابو ضاي قلت لك ولا هقا لا قلت لي هذا اول باش تاني بتقول لي واوي شو بتقول لي واوي وبتقول لأبو يوسف صاحبك هدول مشان فصفصت البزر شو هدول من شان فصفصت البزر يعني مو خرج الهبرة شو بتقول له مو خرج الهبرة أمرك سيدي تاني باشتان تاني باشتان بوشك لعند يلي بعتك بتروح بتشوف لي حبراته بعد ما قضى ومضى صبحي وبترجع لعند المني مثل الهوى شو هلا ولا بكرة شو هاي هلا ولا بكرة قوم ولا قوم فز تحرك بلون وينك وينك تعال قل لك تعال شبنا ليش لك عم تحكي مع مني؟ بصيرك يا أبو ضاي؟ ولك 100 مرة صرت أقول لك بلا هاي كلمة أبو ضاي لك؟ أمرك غلطنا سيدي يلا هالمرة سماح للي لشوف بس هدول يلي بعتهم أبو يوسف ولا في شي مخبيه هالناح ولا هالناح
ما بصير هيك، ما بصير. امينك خاير، ما بصير يا ابو ضقه يا واوي. بلا علاقه، ارفع ايديك يا اخوي. ارفعهم. يعني من كتر ما انه كريم ابو بطيخ لحتى كنكر انا من وراه؟ اسمعوا، لا، مثل ما وصيتك بتروح بترجع مثل الهوا. اذا بتتاخر تكه وحده وحياة عيونك هدول، لا خلي امك لا اله الا الله تتفرج عليك. اضوي اضوي. نقي واستحلي يا خالي، كلها قناية شوازنة وبتعجبك على كيفك. في تشكيلة ثانية إذا بتحبي تشوفيها. تفضل. بعدين شباك ليش هيك ماشي ومدائر بالأرض؟ ابن حلال والله يا معلم. صبحي ابن حلال. خير شباك؟ إيدا فرجيني لشو؟ عرضية عرضية معلم، فتيناها. أيوه. وليش مالك بشغلة؟ شوفت عينك معلم. من شو صار معك هي؟ من الشغل، من الشغل. معلم صبحي إلك لما للديب يخصوا 200 ديب كرمال هالشوارب الطيبة. قول نادي، قول لشو. والله خجلتني، خلاص ما عاد بدي شيء. يلا بخاطرك. علي ما علي، ما بتتحرك خطوة وحدة من هون قبل ما تتلبى طلباتك كاملة مكملة. احكي نادير. يعني عم قول لحالي بركدان هيك، يعني بركدان ولا الا. اذا بدك يعني ازعل منك بتروح قبل ما تقلي طلباتك. روح تيسر. خلص خلص معلم صبحي، بلكي عند عشية منجتمع انا وياك ولا معلم شهران وهيك، منه منتبارك بشوفتكم ومنه الخانم بتشقلي على ايدي ووقتها بقلك. وليه العشية؟ ما تحكي هلا يعني؟ بعدين شو هي لتقعد مع شهران والخانم تشقلك على ايدك ومدري شو؟ خلاص احكي هيك، دجني دجدك العافية ويا دار ما دخلك شر. احكي نادي. الله يسامحك، يعني ما بكون يعني اجي لعندكم اليوم بالليل؟ لا يا طيب، والله مو هيك القصد، بس بصراحة يعني انا في عندي شغلة ضرورية الليلة. ولا الا خلاص تعال، انت مالك غريب، قول الله. خلاص، شنو انا عاطي كمان خبر للمعلم شهرون. يلا بخاطرك. الله معك. مديتها على الحرمة؟ شو نقصي؟ شو فيها ابن الناس؟ ليه عم تلاحقني؟ ايوه قلت لي عم لاحق لك. بزوز من ربك تتعدى على اغراض الناس؟ صلي على النبي يا ابن الحلال، صلي على النبي. شو اتعدى ما اتعدى، الله يسامحك، شو هالحكي؟ لا لا تقلي ان مرتك، ما رح صدق، ما رح صدق بنوب. باينتك ابن عالم وناس ومو رايد للفضيحه، ما هي؟ قلت لي ابن عالم وناس؟ ايه سيدو، مزبوط هالحكي. الله محيي أصلك يا ابن الأصل، عليم الله الشهامة عم تنقط من بين عيونك تنقيط. ايه والله. اسمع لقلك. عم اسمع. هات هذا الحكي كله قشي لفة ما بيعبي رازي. ايوه. فخيط لي بمسلة تانية يرضالي على اسمك. ليش هيك يا طيب؟ ليش هيك؟ اسمع عمي، أنا زلمة مئزي وعواطلي وابن ليل، واللي بدك تسميني يا سميني. قل أعوذ برب الفلق. هي تعوز سيدو، تعوز مو غلط. المهم أنا البنت جريت وراها يعني لحقتها، وعرفت باب الدار شيتها، وعرفت كمان إنه بتكون أختها. لا يستر على حريماتك، لا تكمل. يعني فهمت علي ما هيك؟ خدامتك أنا، خدام شواربك. شو بتقول؟ آمين. بس الستر يا ابن الناس، الستر. الله أمر بالستر، الله يستر على حريمك. مشي، ما زالك طلبت الستر مع أنك مدخل ميمتك بندالتك. رحم أمي، هات طالع شو في ما منك. سيك هدول، استنى سيك هدول كمان. شو الله بيرزقني إلك، شهيد الله ما رح تشي بجيبتي. مقبولين. روح ولا تتجرد، روح وأنا بعرف كيف جيبك. ولا تخاف، طالما عم تدفع المعلوم سرك كبير. الله معك تيسر. Thank you.
بدك على شوالي يا دبلي. الله هيك ربي يعطيك العافية. جيت والله جابك. أمر أخي. انت لوين اخذ العربايه؟ والله عاوزين بابه وطالعين يسترزين. ايوه يسلم هتم. واذا ربك بعث لك رزقه بتقول بلاها؟ اعوذ بالله. شو عندك؟ ما عندي شيء، عندي شوارين اللفت. شعوك هنيك شايفون؟ ايه شايفون. اخي بمعيه هالشوارب الحلوه خليني انا وياك نحملهم على العربايه ونوصلهم. شو قلت؟ واستبينا؟ استبينا. لهلا ربك ما تطلع فينا. قرب لقدام شويه. ايوه 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 عالم. انا خلاص حط عندك. يلا حط عندك خلاص منيحة. خلي عنك خلي عنك يا رب. خلي عنك هات لك احمل. يا رب يا رب. ايوه يا الله. ايوه على مهلك على مهلك على مهلك. خليني ساعدك. شو فكرني يا لي المروة. يلا يلا حط لك يلا. توكلنا على الله. خلي حبلي عني. خليني خلاص خلاص. انا اعمل لك عم بحكي لك. يلا تفوش معي لله. فوش معي يلا يا كريم. ها يا كريم. يا الله الله يعطيك العافيه ابن عمي وما يحرمني هالطلق جاه النبي. اهلين. اليوم مرت لعندي ام فتاح وام جمال سالمه والشيخه ام ياسين. ايه طالبين رايك. بشو؟ بدهم بنتك نبيلة لصبحي أخوها لأم جمال. ونعم النسب والله. وشو قلتي لهم؟ قلت لهم لشاورك. أيوة. وعرفتي منهم إمتى راجعين؟ إيه على أساس بكرة أصبح. قلي لهم عطيناكم على بركة الله. لك إن شاء الله تطلع على قبري يا حق. ورح إلا كمان تخبر الرجال يجي المساء. يا كريم يا الله. يلا يلا وين شنقلك؟ العمى شوالي المروه ساعدني شويه عم تتفرج علي. حط على الارض لك. ايوه هات الثاني شوف. يلا يا كريم على مهلك. هات شوف. شنجو شبك محلول على مهلك. هات شوف. اخي امسك شوف. خذ هاي وخذ هاي. يلا كتر الله خيرك. الله معك. امسك على بيتك وتيسر. والاجر عمي. شو اجرة؟ شو روحي اجرة النقلة. سكر ما عطيتك راسي على راسي عمي. ما تمشي. شو شايفك لساعتك واقف؟ ناولني مصاري. شو امرت عيوني؟ اصبح خليك واقف لسنت الجاي. لك عمي كيف بلاك عني؟ وناولني اجرتي عليم الله. ما في ولا رغيف خبز بالبيت. لك وانا شو دخلني؟ اسمع لك اذا ما بدك لفت خذ لك شوي شوندر ابو ساعه زمان بيصيروا بين ايديك مثل النيفه. وتعشى انت واولادك بقى. خلاص تيسر. هلا بدك ياني عشي عيالي لفت؟ امري لله. تعال خذ لك راس اللفت. مصاري ما معي. حطهم لهدول اللفتات بشويه خل و15 يوم وراح يكونوا مثل الفستق. انا بالكلب بضل اعوج يا ابني. مسيك اعطيه اجرته لهذا المعتر. روح. مبروك معلمي. شرف هدول. هدول شو؟ هدول اجرتك عمي. اصبحات هدول. يلا تيسر. الله معك. اللهم عافينا. اللهم عافينا. رشيد بهيلمانو. عود هلا حلوة القعدة.
أهلين بشيخ معلمين البغاجاتية بالديار الشامية كلها. شو هالقعدة يا بي؟ نيالو نحن من بعدك عمي شهران، من بعدك نحن. لك صبحي سلباتك هي بلاها، دوزن لي حالك مشان تعرف شو بدك تحكي مع سالمة هلا. أخي القعدة بدون العجمي ما لها طعمة بنوم. بقى مسيك دقلي هالتنباكات، مسيك. لك بتعرف إنه أنا مالي بالحركات كلها، أرقيل وما أرقيل. تنباكات من نص كفر سوسة وحياة اللي خلقها. أيوه قلت لي. إيه لك وجايين خص نص لعمك صبحي، مسيك دقلي إياهم مسيك. يعني ما في خواص، بدك تحرق لي جوزة حلقي الليلة ما؟ إيه لا، هي ما حبيتها منك بنوم معلم شهران. دير بالك ها، أنا تنباكاتي ما بيحرقوا. أخي دوق وشوف، مسيك دوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا. ولك انت ملحق عفو عن اخوك لحتى تبلي بشرب هالملعونه؟ ايما من ايدك ايما، الله يعدمك ياها بجاه الحبيب محمد. لك قال انا عم اسعاله بجوازي هو عم يسعالي بجنازه، يا حوين تربيتك فيه. اي والله والله لا اعمل لك عرس ما صار، وخلي رايتك مرفوعه بيره، واعزم لك كل زلم ومشايخ وزعماء وكباريه الشام وضواحيها. يو وليش لا، إذا صح لي بدي خلي الباب العالي بذات نفسه يحضره، شو رأيك؟ إيه روح اسمع وانطرب يا بي، بعد الحكي هاد مين رح يطلع له مع شيخ الشباب صبحي؟ مين؟ شو يعني سيدي؟ البياري والباب العالي وكبارية الشام، وبجوز توصل لجبال طوروس كمان، ما بتعرف شو بيطلع معها لأختها. قلنا لك تجوز قبل مني، أنت ما رضيت. ومين قال لك ما رح أجوزه؟ إيه دخيلي، أنت خلصينا منه بعدين لكل حادث حديث. شو وين أمك؟ أمي؟ ليك هون؟ وين ليك؟ عيطلة؟ يلا رح عيطلة، بس وينك؟ باليوكي هنيك في شوية شغلات، جيبيهم عبين ما عندها. فافتك شو في؟ شو بقاتل من إجا؟ رجعت أمي. إجا أمك مو هون؟ ولي على عمتي؟ لطفك يا رب، لطفك يا رب. تخيلك يا نادر مو سيدك، شوف لي صرفة. وحدي الله عفاف، وحدي الله شبكي، خلص أنا بدبرها. بس إيدك مشرف رجلي ما حتحملوني. خليكي هون، خليكي هون. دخيلك يا عفاف، يلا أمشي نطلع، أمي وبعرفها ما عاد تطلع. الله يستر عليك يا نادر، الله يستر عليك، استر علي، استر علي، الله يوفقك، استر علي، الله يخليك. شو عم تحكي أنت يا بنت الناس، شو عم تحكي؟ الله وكيلك على دمي إذا بصير عليك شيء. خلص أنا اليوم قبل بكرة بكون ناهي لك الموضوع. يلا يلا أهلين. هذا نادر يا خانو. أهلا وسهلا. أهلين تفضل. يلا يلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين بالآغا نادر. أهلين أهلين يا خانو. أهلين الله يسامحك. أهلين بالمعلم صبحي. شلونك يا خانو؟ الحمد لله رب العالمين. شبه ايدك؟ جازي والله يا خانم، جازي. يا لطيف، فضائل الله والنبي، ورجيني لشوف. والله عم تجعني وجع ماله اخ يا خانم. ايه معلوم بدها تجعك. الله وكيلك الظهريات يوم تنضربت ما وجعتني مثل هلا. يو معلوم بدها توجعك. ازازي انت مستقله للازازه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الازازه. ايه نادر، إذا بدك تقول شي بيناتنا قول على السريع ومن الآخر قبل ما تطلع الخانة. شو؟ خبرته له كمان؟ والله ضاقت الدنيا براسي يا معلم شهران، ما لقيت حالي غير صاحب العصريات واقف قدام محله لصبحي. شو ما بدك يعني أعرف معلم شهران؟ ولا قالوا لك إنه نحن يعني صبحي ناولني الطشط. وأنت شهران أعطيني ضو الكاز. أوام يلا حصل. أوام أمي أوام. الله يسلم بياتك. قربني شوف قرب. قرب. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. علمك 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 علمك. يبعث لي حم عليك، يبعث لي حم عليك. خالتي نايمة؟ خالتي
كرمال الله عوزتك ضروري. خالتي شوفي زعلانة مني خالتي، والله العظيم ما كان قصدي زعلك. ولا يمك ما صار شيء. والله ما بعرف كيف طلع معي هذا الحكي يا خالتي، كرمال الله لا تزعلي مني. يبلا بقصه لساني. ايه بعيد الشر عن قلبك، لا تحكي هيك. انا الغلطانه خالتي، لا تستسمحي. دخيل الوش خالتي. يا نعم. انت فيكي شيء؟ ايش باين علي شيء؟ ايه والله يا خالتي، وشك مصفر، فيكي شيء؟ فيني. شوفي احكي لي، بيت سرك انا، والله والله لو بيسلخوا جلدي عن عظمي ما بيطلع مني حرف واحد. احكي لي خالتي. خلص خالتي روحي نام، يلا انا نعست وتعبت وبدي نام، يلا تصبحي على خير. مثل ما بدك. تصبحي على خير. عليك ها، بدك تدير بالك على صحتك لأنه الصحة ما بتتعوض. إيه لا تحرك كتير لإيدك. يلا إن شاء الله ما في شيء. معافى. سلم دياتك يا خالة. دياتك. معافى نادير، شو لساعة توجعها؟ يو معلوم بدها توجعها، شو هي لمسة نبي أنت الثاني؟ يعني أشوى من أول. ربي يسلم دياتك يا خانو. ودياتك يا ابو. هات لشوف احكي لي، سمنك هديت وكنيت، شو قصتك؟ طيب هيك عن ناشف، ما بدك كاسة قرفة يا خانو؟ ايه قولوا بدكن تقرتفوني، ما تقول انه بدك قرفة صبحي افندي. لا يا ام جمال، هلا هذا اللي طلع معك الله يسامحك، وحياتك ما في غيري بيعملها. ايه عود بلا دهرنتك، عود انا بساوي لكم اياها تكرم. شو ما بدك اياها تدرى؟ والله شغلتي بتسوي دلوش يا معلم شهران، والله بتسوي دلوش. يا ربي شو القصة لك نادر؟ لك حاجتك لوفك وحواسان، احكي لنا شو صاير معاه. علموك الناس يا مربايه لا احمل عن دستور. خالتي انا ماني غريبه. تكوني مين ما كنتي تكوني، بتدقي الباب الاول تستاذني بعدين بتفوتي. حالتك ما بتسر حدا، احسن شي روح قول لامي وخليها تلاقي لها شي صرفه معك. تعي لهون. شو بدك تقولي لها؟ تشوف لها شي صرفه معك. ينقال اقوالك الهي. عدي عاوزتك. عدي مشان تعرفي شو بدك تقولي لها عن حقها. اسمعي ولي ليلى. لك ايه؟ عجلك نادر، لسه محسوبك الشيخ صبحي بدنا نوضبه كمان، يعني بدك ما تواخذنا. لك احكي. ما عزمكم اب بكري على طورشي ابن ابنه؟ امبلا عزمنا. ايه وشو دخل هي بهي؟ يعني هيك فكري ايش كان ما فيها سئله يعني بلكي. لك شو بك عم تتقتي؟ ما تنطق. يعني هيك عم بقول معلم شهران بركدا بتخمولي الوضع. يعني إيش كان الجماعة مو رايدين بلا ما خبرها للوالدة مشان ما ينكسر خاطره. تعي أختي، تعي يا خانم اسمعي هالحكي، قال خمولي الوضع قال. لك يستر عرضك صبحي. ليش عم تعيط صبحي؟ تعي أختي، تعي اسمعي لي هالفهيم نادر شو عم يحكي، تعي. شوفي. هل بدهم من المعلم شهران؟
انه يدهدس له اذا كان ابو بكر بيرضى انه نادر يتاهل ام لا. اسمعي على هسه ما في شرف. شو هالحكي انت الثاني؟ شو هالحكي؟ والله انا شايفه انكم بدكم تقضوها طق حنك انت وياه. حرام عليكم، الولد موجوع، اذا في ضروره خلوه يسهر معكم، ما في ضروره خلوه يتيسر. حرام، امه لحالها بالبيت. يو لك نادر امر شهران. شامم من حكيك ريح تشويه. كيف يعني ريح تشويط معلم شهران؟ يعني عم تلوفك مكركب وما انك عرفان شو عم تحكي. فهمان علي؟ انا فاتي صلي، اذا بتعتازوني عيطولي. الله يتقبل اختي، الله يتقبل منا ومنكم. منا ومنكم اخي. شو صبحي؟ قوم جيب نار لارجيلتك. قوم. ايه تكرم اخي. ايه نادر احكي لي شو وجعك؟ داخل على حريماتك يا معلم شهران. لك شو في احكي، ضيقت لي خلقها. خجلان يا معلم شهران، خجلان. مستحي حق الكعبه، مستحي. شي ومالي عين احكي، بس انت بتعرف انه انا مالي غيركم، وحق الكعبه مالي غيركم. لا اله الا الله. لك نادي شو شو عامل؟ مكسوره عيني يا معلم شهران، مكسوره عيني. ايه في واحد كاسر لي عيني. يا باطل عليك يا باطل، ليش مكسور عينك ولا مين كسر لك ياها؟ بتجيرني معلم شهران ولا بسقط من عينك؟ ما بعرفك نواصي. لك نادي احكي لشوف، احكي ولا تخاف. اخوك نادر واقع بالهوا يا معلم شهران، واقع وقعه فوق الوصف. لك الله يخرب بيتك، سلبت لي قلبي. يا لطيف يا خالتي عليكي، لك شلون بتعملي هيك؟ رحتي انت برجليك اللي عنده؟ اقسم لك بربي اني ما بعرف انه امه مو هنيك، اساسا ما بعرف انه هو مزعت نفسه كان بالبيت. الله يشهد على كلامي يا ليلى، الله وكيلك سادها. بس فهميني شلون؟ شلون بتعبي هي الغلطة؟ لك فهميني بس. الله يشهد علي، ما في كلمة حكيت لك ياها الا مو مضبوطة. والله ما بعرف، ما بعرف لك يا ليلى، ما بعرف. شوفي على الآخرة، شوفي آخرة لخالتك يا ليلى، شوفي على البدلة. بس أنا بستاهل، أنا الحق علي بستاهل. بس ما بعرف الله شو كاتب لي، ما بعرف الله شو رايد لي. دخيلك يا ربي، دخيلك يا ربي، دخيلك. على قامتي عليك يا خالتي عفاف، قولي على قامتي عليك. والله ما قدر أبي أقول لأخي اتبحوكي. كان أنا ليش عم بحكي لك؟ مشان تدريهم، مشان يذبحوني. انا بدي اياهم يذبحوني، خليهم يخلصوا مني واخلص انا من حالي. اي مثل ما عم حاكيك، غلطت يا معلم شهران، غلطت غلطت عمري. لك والله رح تحط لي قالي بكفي، فهمني يا ما فهمت اي شلون يعني غلطت. قبل ما اقول لك بدك تعاهدني وتعطيني الامان. يا لطيف اوعك تكون قاتل قتيل. لك نادر كل شيء الا هيها. لا ماني قاتل قتيل يا سيدي، اذا هيك عليك الامان. تعطيني عهد انك تلبيني معلم شهران؟ هاي النارة صارت جاهزة يا رجال، سوي لنا كاس الشاي. ايه بتأمر اخي، بتأمر. بعطيك عهد، احكي. عهد يشهد فيه عليك رب العالمين. الله اكبر عليك، اوعى تكون ماني قد هالعهد. لك نادر هي شغلة كبيرة. ها الله يسامحك يا معلم شهران، الله يسامحك. لو ما بعرفك قد والله ما كنت اصدقك. ايه بس كان هيك، الك علي عهد الله. ماشي، اليوم قبل بكره بدك تتجوزني معلم شهران، يستر على حريمك بدك تتجوزني. هلا هي هي، انت عاهدت جوازتك. لك نادر بدك لهالقلبنده واللوفكه؟ لو بتعرف ما بتلومني معلم شهران. لا والله ما بتلومني. لك ما بيصير الا اللي رايده ربك. احكي لي شو صاير معك، احكي. عاجلني يا ليلى. الله يا خالتي، بس هلا نامي والصباح رباح، صدقيني رح تنحل. شو ان شاء الله.
ما راح تفتح تمك صح؟ معقول لك خالتي احكي؟ ما لازم جنس مخلوق بالعالم يدرى بهالسيرة؟ طيب شو راح تعملي لك؟ انت اهدي والله بيدبرها. خلص تصبحي على خير دوبري. بدكم تسمحوا لنا رح قوم روح انا. كويس قاعدين عم ينادي؟ لا ما بصير، الوالده لحالها تاخرت عليها، ما بصير هيك. شو معلم شهران؟ تيسر اخي تيسر، ان شاء الله ما بصير لك الخير. الله يعمر بيتكم يا رجال، مشان الله ما تواخذونا وجعنا لكم راسكم. الله معك سيدي، الله معك. مهونه نادي؟ يلا السلام عليكم. شرفت. سلام. ظبطت مع منه لك موفق؟ ولا ما عم تخرط مشطي؟ لا تحط ببالك لك نزير، لا تحط ببالك، هذا شيء منه كتير. بعدين تعرفني انه انا مو طيبات مع ابنه بكري، ولا ما بتعرفها لهي؟ بعرفها بس ما رح مرق لهم اياها، ما رح مرقها. يعني ما رح مرقها؟ لك يا نزير، حاجة تفكر بهالقصص، شو بدك انت بهالمشاكل؟ بعدين لك يا اخي انا نعسان وبدي نام، تركني تركني. اذا ما بعمل له اليوم زغبه وبسط طهور انا ما بيكون اسمي نزير. بعدين بدك تضل نايم، قوم الحق رزقتك يا اخي. لك نزير لوين بدي اقوم انا؟ لوين بدي اقوم؟ شو فكر عندي دكان انا؟ صار لي شهر ما استفتحت، لا حدا عم يقص شعره ولا حدا عم يطهر، بقى ليش لاقوم؟ قوم اخي قوم، قوم خود عدتك وسبقني على الحاره، ولا ما يجي يوم وظبط لك دكان. تظبط لي دكان؟ لك انت مو مزبط حالك، اتجوز بالاول. لك انت اكرم من ربك، لك موفق. شو هالحكي هذا لك نزير؟ استغفر الله العظيم، لك استغفر ربك، شو عم تحكي انت؟ هذا لا تنجعز وتدقق لي فيها، هي كلمه وبتنقال. انا اللي جعزني حالتنا، حالتنا لك موفق. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هاتي عليك النادر، هاتي. امي مالك حسنان انت؟ الله يرضى عليك. الله يسامحك يا ام نادر، ايش قالوا لك اني انحليت؟ كلها شقفت اجازه، لا راحت ولا اجيت. شرفي تفضلي. الكل وتيسر على شغلك، رضاي عليك. امرك، الله يخلي لي اياك يا رب. لك ابني، صرت شايفتك مرتين ثلاثه عم تصلي الصبح بالنهار. ما بيجوز هيك من الله. الصبح له صلاته والنهار له صلاه غيره. مزبوط يا امو مزبوط. بس سألتي حالك ليش؟ يوه، وهي فيها ليش وما ليش؟ الصلاة حاضر وبس، ما في عذر. عمرك يا أمو عمرك. ابني لبقت عيدها، بدك تكون بالجامع بكل فرض. شو؟ برضاي عليك. يلا كون. أمي؟ شو يا أمو؟ خلص يا أمو، ما في شي ما في شي. فكرك مالي عرفانة شبك؟ إيه أمي إيه؟ مفكر مالي عرفانة شو ساويت مبارحة؟ ما بلشتوا؟ كلوا اخواتي كلوا.
عم نستناك يا خانم، تفضلي. ان شاء الله بتقبروني. يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا سلمي. شهران مري اختي، حل له مشكلته، الله يرضى عليك. لمين يا خانم؟ لنادر اخي، لنادر اختي، ما له حدا غيركم. ليش انت بتعرفي مشكلته لك اختي؟ ما بدي اعرفها وشو ما كانت تكون، بس انا شفت بعيونه بهالشاب منظر ما بيرضى عنه لا الله ولا العبد. اوف، وشو شفتي اختي؟ مثل ما اللي عم اقول لك يا مو شهران، وشوفوا شو بده وساووا له. انت بتامري اختي، بس اذا كان في بالشغله سواد وش او طلطايه راس بدي اعتذر منه انا. اخي انا الله مورجيني انه هالشاب مضطر، ومضطر كثير، بقى شو ما كان مساوي بدكم تساعدوا. بعدين اختي الولد درويش ومقطوع من شجره، وامه والله والله تنشرب مع المي المعكره. وانت قلتيها اختي. شو شهران؟ ليش انا مثل اطرش بالزفه لك اخي؟ طب ما تفهموني شو القصه؟ اخي نادر محروج. وبشو محروج؟ لك بده يتاهل وما نو قدره، فهمت هلا؟ هي هوينه، بس انا كاني شميت امبارح ريحه اغمق من هيك. والله انا غلطان شهران الغالي. المهم ما زال الرجال قصدكم، لا تردوا. على هالحاله لازم تحطي ايدك معنا يا خانم. ايه تقبرني؟ لما بتعتهزوني ما بقصر، ما بقصر ابنه. اصبح اليوم بتخلصينا من اثنين سوا، منه ومن العريس. ايوه شلون يعني؟ يعني الولد قصدنا وانت عم تقولي عاونه، ومعاونته انك انت كمان يعني. ايوه ايوه مفهوم، فهمت اخي. هيك لك حلو؟ ايه نعم، هو قصدنا خص نصه على جناح السرعة، انت شفتي حالته كيف كان، وانا وعدته اني وقف معه. ميول امر، شو بقى خالتك من وقت ما اجينا من السوق وهي مكركبة وشها ما عم تفسر؟ والله انشغل بالي عليها. معي انتي؟ يو شو طرشانة يا بعدي؟ عم حاكيكي ما تردي. صبحينا نوال. ايه عم حاكيكي ما تردي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم عند هالصبح. طيب ماشي يا ليلى، انا بفرشيكي، ايش كان انت ولا هالسرنوه خالتك؟ ايه اخي، في براسه حدا معين ولا بده يبعت امه تخطب له؟ بده يناسب بنت الخضري. على خير ان شاء الله. وراح تشوفي له اياهم اختي؟ والله اذا شغلتك امحى براسي لنروح لعند امه واخذها ونشوف له مراده. ايوه واذا كانت شعيره يي اتف من تمك ويلا قوموا روحوا. يلا اي وحدي الله خانو، شو عم تقلعينا؟ يلا يا اخواتي قوموا روحوا على اشغالكم، يلا فزوا، بدي وضب قبل ما تجي عايشه. يلا قوام. قوم اخي قوم، قوم قبل ما تكب علينا شي سطل مي. قوم يلا خلينا نفوت بريشنا. يلا عاوز شي يا خانو؟ الله والنبي معكم. صبحي تعا اخي تعا، الدنيا برد برا بقى، زر لي هدول احسن ما تاخذ لك شي لفحه توا. لكن يا بي هذا المدلل. شو غرت اخي؟ إيه لا شايفه غرت. لك ان شاء الله بتقبرني هرجوليه. تعال هندمك انت تاني تعال تعال، ان شاء الله بتقبرني تعال. لك شو هشبوبيه، لك شو هشبوبيه. الله يديمك يا تاج راسي. تيسر والله معك. شرف يا بي. تعينا اختي بكل خطوه. رضا وسلامه يا حق. يلا خالتي فزي قومي حطي لنا الاكل. ما بدي. لكي بلاها بقتلها مرت اخي. ايه ليش غير شوفي؟ الله وكيلك يا خالتي، فاتت لعندي على المطبخ وصارت تتلون مثل الحربايه. عرفتي لعند خالتك امبارحه؟ والله العليم شبهها، لك ليش مكركبه؟ ميت سؤال وسؤال. الله يعدمك يا هاي الهي. تقبريني يلا امي ناكل. وانتي شو قلتي لها؟ طنشتها.
شلون يعني طنشتيها؟ ضرت ظهري وطلعت، ما بتعرفيني وقت اللي بلتقي. يلا تقبريني، قومي قومي ناكل. خلص روحي انتي، مالي حسنانه. لا والله غير رجلي على رجلك ما بروح. خالتي ما بدي اكل، خلص اعتقيني مشان الله. القوي بيوقع أضعف حدا بيأذي، حضن الوفي بيوسع لو مي غيرك فيه. وقت القوي بيوقع أضعف حدا بيأذي، حضن الوفي بيوسع لو مي غيرك فيه. تعطي الكريم بتملكه ظهرك كأنه سيف، الرجال ما بعمرن بكو تبكيك مرا يا حي. يلي نصيبه مقلب ودمعه صعب يشفي، الله لغيرك قاسمه لا تخلي عينك فيه. في ناس بيعرفوا الله وناس كسر الظهر والقلب حساب مع الايام، عهد الاخوه صعب ينسوه اهل الشام. ويا شام شوفي قصص ما بينشبع منا، نهر الطوال وما خلص بعد الحكي عنا. عن عطف أهلك عالفقير للجوع ما يخلوه، عن ضيف كل منهم نصير بحاله نساوه. في ناس بيعرفوا الله وناس بالأسف تتسلى، بتحس قلب ما إخوات الموت يفرقون، أغراب الحب يجمع. وقت القوي بيوقع أضعف حدا بيأذي، حضن الوفي بيوسع لو مي غيرك فيه.